السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عشان نعمل شغل ساعات بنضطر ان احنا نسحب ملفات تانية. ممكن اكون بعمل شغل انشائي فمحتاج ان انا اسحب لوحة المعماري معايا. طيب ممكن اجي هنا واقول له ان انا عايز التوب هي تبقى مملي المكان، او ممكن دي برضو اجي هنا واقول له حول لي دي للتوب فيو بالشكل دوت. ودلوقتي بقى هروح اقول له انا عايز اعمل ريفرنس او اتاش، ادوس هنا رايت كليك واقول له اتاش، وابدا اختار الملف اللي انا عايز اسحبه اهوت اوبن. فبيبدا بيقول لي بقى هتحط فين، هحط مثلا في اللي اوت ولا الموديل واللوجيكال نيم والديسكريبشن، بعد كده السكيل اللي احنا عايزينه، وممكن تكتب بقى كام لكام ونسيت اتاشمنت وهكذا. وبعد كده بقول له اوكي، فبتبدأ اللوحة تظهر معايا هنا اهو. دوست على البكرة في النص مرتين عشان يعمل زوم اكستند، وابدأ اشوف المشروع ككل او اشوف كل الحاجات اللي موجودة في الفيو اللي انا فاتحه دلوقتي. فده اللوحة اللي موجودة دلوقتي.